Hello guys, how are you? Miss Suhad with you. I hope you're all in good health. Today our lesson about offers. درسنا اليوم عن العروض طلاب. موضوع العروض موضوع جدا مبسط وما بيه اي تعقيد. عندنا ثلاث عبارات, three phrases. الفريز 1 اللي هو I'll plus infinitive plus complement. I'll هاي العبارة ويتبعها مصدر الفعل, يعني مصدر مجرد وتكملة جملة, وبالنهاية راح نخلي النقطة. العبارة الثانية اللي هي shall I أيضا يتبعها الانفينيتيف مصدر الفعل وتكملة الجملة, وبالنهاية راح نخلي question mark. Why? Because we have shall. It's a models verb. هنا عندنا models verb. إذا عندنا قلنا models verb وأكثر من مرة ذاكرتها لكم كملاحظة أنه إذا بدت الجملة أي فعل مساعد, وهنا models verb أحد الأفعال المساعدة اللي هو الشال, إذن راح تنتهي جملتها بquestion mark. ليش؟ لأن جملة سؤال. الفريز الأخيرة اللي هي would you like me to, وهذه يقولون غالبا ما تستخدم لما يكون عندي شيء, يعني مثلا عرض عن أكلة أو فد نوع من أنواع المشروبات راح أستخدمها would you like me to, وأيضا يتبعها الانفينيتيف وتكملة الجملة, وأيضا بادية بود إحدى المودلز فيرب إذا تنتهي بكوشن مارك. راح نيجي هسه ندخل على الأمثلة, وأكثرها أمثلة وزارية ومتطرقين لها أكثر من سنة. هذا المثال help you with your suitcase. help you with your suitcase راح يطلب منك offer, بما أنه هو ما محدد لك أنه أي نوع من أنواع العبارات راح تستخدم, مجرد الريكواير مالته أنه offer. offer يعني مجرد عرض, اعرض. إذن أنت مخير بذول الثلاثة, أي وحدة منهم راح تقدر تستخدمها. استخدمنا I'll help you with your suitcase. I'll help you with your suitcase. نجي على العبارة الثانية اللي هي open the window. المرة شارط لك باستخدام العبارة اللي ريتها بالعرض, دي يقول لك use shall. استخدمنا العبارة shall. العبارة shall اللي يتبعها الـ I. shall I, إذن راح نقول shall I open the window. shall I open the window مجرد إنه نزلت العبارة والمصدر لقيته ببداية الجملة ونزلته والتكملة تبعته, والنهاية راح تكون لازم question mark هنا. أوكي, لازم بالأخير راح تخلي أداة الاستفهام. نيجي هسه على المثال الثالث help your friend with his homework. help your friend with his homework هذه شوية الجملة pay attention, لازم نخلي على بالنا انه الجملة هنا بيها بعض الضمائر اللي يحتاج لها تحويل, وايضا الريكواير اللي بين الاقواس ده يقول offer اعرض. اذا راح اقول مثلا, ومن طعني طبعا شرط انه استخدم فلان عبارة, لا, اذا انت براحتك اي عبارة راح تخليها صح. اذا shall I help, نزلنا اللي هو مصدر الفعل. عندنا your اذا اتبعها اي اسم, your friend, your brother, your mother, your sister وهكذا. اذا اتبعها اي اسم راح احولها الى you. اذا راح نقول shall I help you with his homework. كل his أو her راح تتحول إلى your. كل his أو her راح تتحول إلى your. إذن الhis صارت your ونزلنا الهومورك. طلاب خلي على بالك إنه الهومورك من ضمن الأسماء التي لا تجمع, يعني بكل أحوالها تقول homework واجب بيتي. This is the note, هذه الملاحظة اللي هسه حكيت لكم عنها, اللي هي لازم إنه عندك بعض التحويلات بالأفر, إنه your إذا تبعها noun اسم, وقلنا your sister, your brother and so on راح تحولها إلى you, وعند وجود his أو her تحولها إلى your. نجي هسه عندنا على الأوفر الأخير اللي هو راح تعرض offer your guest a cup of tea, أعرض على ضيفك كوب من الشاي. فقلنا على الأكثر من نشوف cup of tea, cup of coffee أو أي أكلة معينة مثلا أخرى, راح نستخدم العبارة الثالثة اللي هي would you like. Would you like a cup of tea? Would you like a cup of tea? هل ترغب ببعض من الشاي أو هل ترغب بكوب من الشاي؟ هذا كل ما عندنا بهذا الموضوع, موضوع الأفرز. أتمنى أنه يكون واضح, وأيضا أسوي لكم أنا الفيديوهات قصيرة حتى تحمل بسهولة وما تتعبني, لأن أنتم تعرفون مشاكل الإنترنت وصعوبة التحميل به. إذا أكو أي استفتاء أو
إذا عندكم أي استفسار العفو أو أي سؤال فأني طلاب حاضرة، كتبوا لي بالكومنت. وعندكم أيضا راح أنزل لكم الرابط مال قناة التليجرام، تقدرون تنزلون تشوفون شكو بيها. أنزل دائما الملخصات والأشياء المهمة والجداول اللي تخص بعض الشروحات حتى أيضا تستفادون منها. Thanks for listening. Goodbye.